طرف السلطة هو الطرف الثاني في الحوار قبال المعارضة، ويتمثل في 19 عضواً من أعضاء الحوار، مع كون السلطة لا تريد أن تلتزم بنتائجه، بل ما تريده أن يكون لها الخيار في قبول ما تقبله ورفض ما ترفضه ولو باسم مجلس النواب. الشعب معزول عن قضيته وحق النظر في نتائج الحوار التي تتحكم في مصيره، فلا مرجعية له في ذلك، ولا عرض لهذه النتائج عليه، ولا استفتاء له فيها، ولا رأي يعتبر. لكن ما من منصف يرى في هذه الأسس التي بني الحوار عليها إلا تأسيسا لفشله من الطرف الذي دعا إليه وحشد من أجله، وفي ذلك أبلغ الضرر وأشد الاستخفاف بالعقول وعدم مبالاة بكرامة الشعب ومصلحة الوطن. لكن أليس المطلوب انتخابات ناجحة ومخرجة من الأزمة ومفضية إلى واقع سياسي جديد وعلاقات سياسية مستقرة تريح هذا الوطن؟ ثم إنه هل هناك من طريق يحقق هذا المطلوب غير ذلك النوع من الخطاب العملي الإيجابي من سياسة جديدة تقدر الشعب وتقيم له وزنه وتعترف بحقه وموقعه ومرجعيته وحالة إصلاحية شاملة قادرة على الإقناع؟ قد يفكر في وسائل أخرى ليست من هذا النوع، قد يفكر الجانب الرسمي في وسائل أخرى ليست من هذا النوع، لكن الكل يعلم فشلها وعدم فاعليتها، وأنها تتنافى كل التنافي مع الديمقراطية في أدنى مراتبها. من صاحب الحق الأصل في تقرير مصير الشعب واختيار مسار حياته حسب الميثاق وحتى الدستور المختلف عليه والدستور الذي قبله؟ أنت يا سلطة أم الشعب؟ من منك ومنه المصدر الأساس للسلطات في ظل شعار الديمقراطية الذي ترفعين لواءه؟ وهل للسلطة أن تقول بأن غير الشعب هو المسؤول عن تقرير مصيره؟ وصاحب الحق في اختيار مسار حياته، وأنه لا شأن له ولا كلمة في اختيار السلطات التي تحكمه وتشرع له؟ في القول بهذا المضمون خروج صريح على الميثاق والدستور السابق والدستور الحالي المختلف عليه وعلى شعار الديمقراطية الذي تكثر السلطة من ترديده والتفاخر به. فهل من الإنصاف أن يمنع على صاحب الحق حقه وأن يتلقى العقوبة القاسية من سجن وقتل وتعذيب وملاحقة وتشريد وتنكيل وإرعاب لمطالبته به؟ وإذا قيل يوجد استعمال للزجاجات الحارقة وما مثلها أحيانا، فإنه يجاب بأن العقوبة المشددة بدأت مع بدء الحراك في صورته غير المشوبة بزجاجة حارقة أو حجر، وأن المعاملة القاسية واستهداف القتل كثيرا ما طال عددا من المسيرات والاعتصامات الخالية تماما من عنف الفعل والكلمة، وأن القتل نال عددا كبيرا من الأبرياء وحتى خارج دائرة المسيرات والاعتصام. وأخيرا، وفي جلسة الاستماع الخامسة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني مساء الثلاثاء 14 من مايو للبحث في طبيعة العلاقات بين بريطانيا والبحرين، تأتي شهادة معلنة وصريحة وبالغة الإحراج للسلطة من ناجر رودلي الذي كان عضوا في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، شهادة لا تبقي عذرا للسلطة ولا يجدي معها التفاف إعلامي ولا دعاوي عريضة مخالفة للواقع بتنفيذ التوصيات. والشهادة صارخة والإدانة صريحة فيما يتعلق بالانتهاكات وعدم التنفيذ الكامل للتوصيات،
ولا حاجة في هذه الشهادة إلى شيء من الإضافة، ولا يبقى في الموضوع إلا الإذعان أو الاستمرار في العناد والمكابرة والإصرار على الظلم. لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع.